أيها المواطنون، لقد أصبح عالمنا الذي نعيش فيه اليوم متداخلاً في كثير من قضاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق فإن مواقفنا الثابتة التي أعلناها دائماً ستظل هي المبادئ الأساسية لسياستنا الخارجية ولتقييم تعاملنا مع الدول التي تلتزم بها كلها أو بجزء منها. إن مراقبتنا للعالم من خلال السنوات القليلة الماضية قد أعطتنا أسباباً للتفاؤل، حيث أن الدول أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن الصراع المسلح بينها لم يعد مجدياً بل معيقاً لنموها ومهدداً للسلام والأمن العالميين. وإن المنطق والشعور الإنساني يدعمان هذا الاتجاه كظاهرة تاريخية لم يشهدها العالم من قبل. ولكن من ناحية أخرى نرى مع الأسف أن وحشية الإنسان تجاه نفسه بدأت تبرز للعيان على مستوى أقل، متمثلة في ظاهرة جديدة للصراع، هي ظاهرة القسوة التي تتبناها شريحة ضد بقية الشرائح في المجتمع الواحد. ولقد أصبح واضحاً الآن أن على الدول أن تتعاون فيما بينها على وضع حد لهذا العنف الداخلي الذي يهدد بتدمير نسيج المجتمع في أماكن كثيرة من العالم، والذي يخشى أن تمتد آثاره السلبية إلى مختلف أرجاء المعمورة إذا لم تتضافر الجهود الدولية من أجل مساعدة الشعوب التي تعاني من ويلاته على معالجة أسبابه معالجة صحيحة.